يقول أحرمت في الطائرة وعندما مررنا بالميقات لم أنوي ونويت في جدة، أي دخلت في النسك في جدة. لكن من أراد يبري ذمة والده من ماله هو ما في مانع. إذا صار أنك تبي تبري ذمة والدك وتحتاط له من مالك ما في مانع، أما أنك تأخذ من ماله بغير وثيقة وبغير شهود فلا. نعم.